كمان 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 اسرع. شدوا خلوا مستوى هيك. شد شد حرك. مد ايديك يا عمر، مد ايديك. يلا 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 حرك يا عيني يا عيني على الاسود. اقلب ايديك. يلا شايف؟ زفير شايف؟ زفير أماما جانبا عاليا أسفل أماما جانبا عاليا أسفل تجاه طلاب وهم تطلع؟ شو بتقول الشمس؟ عكسها بدك شمال بدك اليمين عكس الاتجاهات الأربعة يا عيني يا عيني على الابطال. ايوه جزيل جلوس انتبه جلوس. دائما قلنا الصبح كل يوم نصحى من النوم نصفط عبشنا نصفط عبشنا ونصبي على امنا وعلى ابونا نبوس عليهم. إذا جدنا وجدتنا كمان موجودين نحب على ديهم ونفطر مع إخوتنا ومع أهلنا بيض وحليب. ممنوع الشمس ممنوع الكولا ممنوع الهايبي ممنوع الإكسل. نفطر ونلبس عفش المدرسة والحقيبة ونغسل ونفرش أسناننا قبل بالفرشاة والمعجون. نأتي إلى المدرسة نمشي على الرصيف قبل ما نقطع الشارع ننظر الى اليمين والى اليسار. ما فيش سيارات نقطع الشارع من ممر المشاه. ناتي الى المدرسه في ساحه المدرسه كن نظيفين ممنوع نلقي النفايات في الطريق وفي ساحه المدرسه وايضا في الصف لازم نكون منضبطين شاطرين ونصف الطابور الصباحي نستمع للاذاعه المدرسيه وندخل الى الصف بالترتيب واحد ورا الثاني ونجلس في مقاعدنا ونبكي ظهورنا اليمين للكرسي. بيجي الاستاذ عندنا صب علينا صباح الخير. نبدا ايش؟ الحركات الرياضيه كل يوم عشان نشد عضلات ايدينا ونصحصح نكون نشيطين كويس؟ مبسوطين انتوا معاي؟ عبد الله قبل ما نسوي اي حاجه لازم نبدا نقرا الحروف بالترتيب نقرا الحروف بالترتيب. واحد اثنين ثلاث يلا ايوه صبوا صب حالك
السكون شو بتعمل بالحرف يا ولاد؟ بتسكت. زي ما جبنا عيسى قلنا النايم امه شو بتعمل فيه؟ بتنايمه وبتقطع الفراس وتغطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي نعم. تحرك عيسى يا ولاد. نعم. تحرك؟ نعم. نعم. بتسكت الحرف. نرفضه ار زي اد او اي اب ام. كل حرف بنسكته. قوم يا عيسى. صح يا عيسى. صح صح. كويس؟ سكوا لعيسى التحامي. ايوه. عندنا نقرا الحرف مع الفتحه أه، مع الضمه او، تحتيها كسره اي، تمرين الفتح مع الالف اي ان، تمرين الضم ام، تمرين الكسر تحت الحرف ام. شاطر بيطلع يقراهم ها؟ بدون ما تقول انا، بدون ما تقول انا. ها؟ يلا الشاطر ها؟ انا مش شاطر يطلع. تعال بصوت عالي. يلا. تعال شوف كيف بيقرا. طيب اسمع. يلا كلكم اكتبوا يلا. خلص اسمع. طلعوا عليه كيف بده يقرا؟ طلع يا عمر. اقرا قول بسم الله. يلا. اعلي صوتك. اي. را رو ري رن رن. بسم الله. اي. كمل كمل.
يساوي كلمة، مقطع كلمة زائد مقطع كلمة يساوي كلمة، نص كلمة مع نص كلمة، يلا. تفريطري. خلي الحال. أكل حاتم. ممتاز. سالي سالي. نامي نامي. حاسد حاسد. سد حامي سد حامي. طيب بس. طلع علي. اليوم ناخد حرف. حرف. اسمه حرف السين. الاس. شو اسمه يا ولاد؟ واحد كيف بنطق الاس؟ اطلع على فمي بركزوا ترقيق اس اس يلا واحد واحد يلا اعلى من صوت ها واحد واحد عدلهم ها ها اعلى ها ها اعلى ها اعلى قدام ها 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 كمان ها ممتاز ممتاز يلا يلا يا محمد كمان 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 يا عيني اس اس طيب شوف كلمة الحرف الاس احنا خدنا في الرياضيات العدد ثلاث الرقم ثلاث بدي اكتب على الرقم ثلاث الكل يطلع عليها هاي السطر تكتب دائما فوق السطر شوف كيف؟ ها صحن زيت حبوا الزيت؟ ليه بنجيب الزيت احنا؟ من الزيتون من الزيتون الناس تطلق الزيتون اللي هو ولا تطلق ايش؟ فلسطين شو بتشتري بزرعة ايش؟ الزيتون بعد ما نلقطه وندرسه ونعمل منه ايش؟ زيت احسن اكل الزيت بقوي العظام صح؟ هاي صح زين تحب الدقة؟ هاي الدقة منين بتجيب الدقة؟ من شجرة ايش؟ شنو بيعمل؟ من شجرة ايش؟ لا الدقة من الزعتر منين؟ من الزعتر نطحن الدقة ونزوق الزعتر ونعمل منه دقة نغمس زيت مع الدقة صحنين صحن وصحن وبنزل عصا زي الان ممدود شو اسمه العدد هذا يا ولاد؟ يا عيني محلاه طيب الحركات تعرفوهن؟ مش اخذنا حركي مثل الصحنين الصغار؟ شو اسم الحركه اللي اخذناها؟ شو اسمها؟ شركه شو اسمها؟ شركه حرف الاس زين طلع كيف بدك حرف الاس انا؟ طلع كيف بدك على السطر؟ نركز اول السطر وسط السطر اخر السطر اول الكلمه وسط الكلمة آخر الكلمة لاحظ كيف أنا بكتب فوق السطر هاي صحن وهاي صحن وبعمل خط مستقيم شوي طلع بدل ما هو نازل عصا شو بعملوا؟ أفقي شو بعملوا؟ أفقي مش راسي كيف بعملوا؟ أفقي هاي بأول الكلمة في وسط الكلمة هاي صحن وهاي صحن وهاي خط مستقيم كويس؟ طيب الآخر طلع صحن زيت وصحن دقة وطنجرة طبيخ تحت السطر يا سلام أحلى سلام أكبر ها تحبوا المقلوبي؟ تحبوا الطبيخ؟ يا سلام يا سلام أنا بدي أحركك الإس بدي أضع فوق الأول فتحة شو بتصير؟ الثاني ضمة شو بتصير؟ الثالث تحتيه كسره شو سي سي يلا ضربه سه شو سي سه سه اعلى بس هذا اسمه حرف مع الحرف شو اسمه؟ حرف حرف مع حرف مع الحركه تبع عندي انا يا رب هاي الحرف مع حرف سه سو سي طيب بدنا الحين الحرف مع التنوين التنوين ليش في اخر الكلمه دائما فتحه ضمه كسره تيجي في اول الكلمه وسط الكلمه في اخر الكلمه طيب الاس
بدنا نضع معها التنوين. تنوين الفتح دائما بيجي مع ايش؟ مع الايه. مع مين؟ اس. نضع ان عليها شو بتصير؟ سن. شو بتصير؟ سن. الاس ها؟ نضع تنوين الضم. شو بتصير؟ سن. اخر الحرف سن. سن. الاس نضع تحتيها تنوين الكسر. شو بتصير؟ سن. شو بتصير؟ سن. 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 نكتب دائما سطر بعد سطر. سطر بعد سطر. سطر بعد سطر. لا هي في الاول وسط اخر. هذا اسمه حرف مع حركه مع التنوين. حركات ايش؟ التنوين. التنوين. تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر. الحين يا اولاد بنكتب حرفين مع بعضهم مع حروف المد. مع حروف المد. شو من حروف المد يا اولاد؟ ا و اي. صوت اعلى. ا و اي. بنسمي حروف الهوائيه بسكت ضمامنا؟ لا، دائما بنعرف ضمام. سينا يا عيني.
بس وتقاعد وتقاعد ها اسماء اولاد اسماء بنات يلا ها ها يلا نسيم ها نسيم يا عين يا عين نسيم نسيم ها بس يا نسيم 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 ها نسرين يا حبيبي نس نس نسرين 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 كويس سدن سدن اسم بنتي سدن شو اسمها سدن 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 وانا اسمه ايوه تقعد تقعد سمك يا حبيبي تحب السمك يلا خلينا نشوف كل واحد وقاعد ها؟
بده مشان يطلع يقرا الكلمه يكتبها وين؟ عن غير. كويس؟ كويس؟ يلا. انا اول شيء. يلا بس اسكت. تعال عندي هيك تعال. تعال اي تعال. اقراها ورجيها للولاد. اقف هيك. اقف هيك. هوب 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 هوب. ايوه. شو مكتوب عندك على البطاقه؟ سمر. سمر ورجيها للولاد. ايوه طلعوا يا ولاد. شو اسمها؟ سمر. اسم بنت ولا ولد سمر؟ بنت ولا ولد؟ بدك تلقيها عليك ورجيها ايوه على البطاقة سمر. يلا خذ القلم انزل هنا اكتب على السطر سمر يا بي اليوم شطور زيد زيد شطور هاي سمر طلع البطاقة وانت قاعد محترم بطلعك اكتب كويس ايوه وشكل سمر ايوه اكتبها بدي ارسم على بعض او كبرها خلينا نشوفوها احسن كبر صار خط ايوه كبر كبر انت سما سما وقر سمر 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 صبي حامي حامي طيب يلا ها تعال تعال يلا اطلع اطلع هنا نشوف شو هذا تعال بس شاطر بقول محترم بعطيه بطاقه يلا انا الشاطر ها طلع ها طلع عليها كويس طلع عليها ها ساري طلع الكل يطلع عليها الكلمه شو اسمها؟ ساري ايوه اكتب عن غير يلا ساري شايفينها؟ اللي بقعد محترم مو بطل ساري هاي عندي كمان ها البطاقة سا ساري مش ساري ساري اه في ساري وفي ساري هو قرا ساري ساري شطور تعال تعال يا عيني ما اشطر شو هاد يلا هذا لا اتذكر منها اول حرف اسكت سامي اسم ولد اطلع هنا اطلع هنا وجهي اطلع يلا يلا اطلع لا لا هو بيقراها شو اسمها؟ سامي طلعوا يا اولاد طلعوا سامي بتفني عن غير يلا انزل شفت كيف سامي؟ يلا اكتبها على السطر سامي الكل يطلع هنا سا السؤال سا وامه سامي حرفها براسك وانت بتكتب ايوه بدك تكتب على السطر يابا بدك تكتب على السطر احسن الام والاي الاي تحت السطر والاي مع السطر يلا الام على السطر والاي سامي يلا صبوله كويس يلا سامي القاعد محترم بطله القاعد محترم بطله اللي مش قاعد محترم بطله تعال بس يا ولد يلا اسكت سمير سمير طلعوا على سمير يابا سمير اطلع اطلع وجهي اطلع 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 فوق اطلع اطلع ايوه الكل يطلع انا سيف تدعي في الجائزه سمير اسم ولد سمير يلا انزل اكتب على السطر تعال اكتب لنا خط كويس وعلى السطر عندنا سطر احنا صح؟ يلا سمير سمير الكل يطلع هنا شو هذا ضياء ضياء طلع هنا طلع علو علو سمير حركها ايوه طلع كيف بكتب على السطر ها انا بحب الشاطر اللي بكتب على السطر والغاوي الشاطر انا بس عني سهل ام وي سمير وام سمير لما اختاروا سمير هاي الموجودات على اللوحه ايوه طب شطوا شطوا زبور صبحاني تعال هاي احلى كمان جايز لك يا سلام الله الشاطرين هذول بيكتبوا انا طيب انا هذول بيكتبوا كمان محمد في جمل لسه عم نكتبها انا طيب يلا 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 شو هي حد بقى يلا سي سي ام و ا سينا اسم ها سينا يلا اكتبني على الصف سينا طلع على خط ورد شوف خطو سينا هاي سينا هاي سينا طلع قدام طلع قدام طلع قدام طلع قدام سي اس و اي سي ام و ا سينا ا ا
ايوه تنساش الاي وين الاي ها ايوه سيما هاي احلى جائزه كمان له سيما اللي جاء واقف مطلوش يلا خلي حد يقول اقرا شيء سرير يا والله قطع على السرير اطلع 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 وش فيهم سرير شو السرير هذا يا ولاد؟ نام عليه ايوه وش فيهم السرير؟ سرير سرير يلا تعال اكتبها يا ابي الشاطر هذا الشاطر بيكتبها الحين خط كويس سرير ها على السطح يلا حبيبي حبيبي السر ها سرير يلا مش عجالك يا روح ايه شطور انت سهل 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 ايوه ري ار اي سري ار اي سري لا لا نكتب على السطر اول شيء نكتب على السطر ايوه او نكتبها كويس سهل بس على السطر دائما نكتب على السطر سهل وإر إر بعدين إي حالة رديتا أيوة وإر سرير بزكة تطرش الإي صح؟ أيوة حطوا كتير تحت الإي سرير سبولو أيوة سبولو يلا بس يا وهي بدك كلمات طاهر يلا طلبها وطلع عليها يلا قول طلع جاي بعدين انت يلا سمير يا الله انا زي زلمه هاو شو قالوا سمير سمعان طبيخ ها يلا سمير اكتب بس طيب كريمين شو تطلعوا لي يلا يلا حبيبي سمير سمير وين سمير كفين ين سمير شكل سهل سهل قول مريه سمير وين سمير طبور تعالوا الجايز يلا نسيم طيب استنى نعم اس و اي نسيم و ام نسيم نعم اس و اي و ام نسيم ايوه يا عين شطور نسيم هاي احلى جايز تقرا بس لا اروح على الطاقة ليش تكتب الحين؟ بدي تقرا شو بدها هو يطلع يلا ها ترفع اصبعك كويس هيك هيك ها سعيد سعيد يا الله سبوله سبي حامي حامي هيك حامي يا حامي احلى جاي ضبها ضبها الحين بعدين بدلها ضب طيب انا بدي اعرف كمان يلا 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 لا بدي اياها ها اسكت ها ناسي يا سلام ناسي طيب ها انا يا
الله. طلع حرف الياس يا ولاد. وين اجى بالكلمه هذه؟ وين اجى؟ بالاول. باول. وين اجى؟ طيب انا بدي من كلنا الحين بدي اشوف عشان فيش وقت بدنا نضع جمل فيهن حرف الاس. هذا الشاطر بده ياخذ جائزه كبيره ويقعد محترم بيعطيه جائزه كبيره الحين. الحين الشاطر بده ياخذ جائزه كبيره بيطلع يقرا وياخذ جائزه كبيره كويس؟ تقول انا ما بطلعوش. كمان بدك تقراها وتطلع تكتبها الجمله. بدك تقراها وتطلع تكتبها كويس؟ بسم الله بسم الله. لا 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 القرار حرام مش بطلعه ولا واحد وقت بطلعه ولا واحد. اه تعال علي يلا بسم الله عليك. درس نبيل. نبيل يا نبيل ولا نسيم؟ نبيل. هاي نبيل ولا نسيم؟ نبيل. سيبها عندي. اه جملة هاي يلا شكلها. الشاطر رح ياخذ الجائزة الكويسة. القاعد محترم بطلعه مش محترم بطلعه. درس درس يا عيني على خطه نبيل. درس نبيل بقول انا مطلوب انا عارف بس تقولش انا خليك محترم. درس نبيل يا الله يا الله نبيل. ايوه ممتاز. صدق حالي صدق حالي انا احلى جايز يا ايهاب بتاخذ جايزين. اه حلوه جزء عنا قران يا سلام. تعالي طالية تقول انا مطلوش تقول انا مطلوش انا زعلان منك. يلا يا ليا اقرا لي الجملة. درس نسيم. درس نسيم يا سلام. يلا سيب عندي كل يطلع. ايه كل يطلع. يلا 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 خلص بديش كل يطلع كل يطلع كل يطلع على اللوح على اللوح. يلا شاطرين يلا نسيم. درس نسيم. درس نسيم. درس ايوه ابعد عن هالكلمة الثانية. نسيم اسم ولد. ن ن سيم. ن سيم ايوه ركز ركز على السطر. انا بدي اكتب على السطر. انت بعدين؟ طيب انا بعدين. لا انت هذا قلت تعال بعدين بعدين يا عيني احلى جاي سيلو سبكون سبك حالك. يلا 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 تعال تعال سيلو. درس الدالة يا سلام. طلع هذه الكلمات فين حرف الاس؟ فين حرف الاس؟ اكتبها عندي يلا. درس الدالة يا ولد. ايه لا تقول انا مطلوش تقول انا مطلوش زعلان منه انا. يلا درست اسكت. طيب 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 درست دالة اسم بنت. درست دالة بس ابعد عنها. اكتب دالة دالة انت ويا انت لا مش انا خلصنا من الدرس. انا على جنب ثاني اسم بنت ثاني انا على الصف. انت ويا انت انت ايوه انت نص عندي ولد ولدتين ايوه وآ دا بعدين انه لا انه بحضنها لا. ممتاز ممتاز يلا سبوني صبح حامي. ها اكتب تعال انت 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 قرآن يلا شو هذا؟ سبح نو خلي الحامل بس ما حدش يتكلم. تكتب عن غير تكتبها تقعد جاهز تبعنا؟ هاي سبح باسم يلا بدي خط حلو. اه هاي سبح باسم يلا ما احلاها الجمل هذول الحلوات. سبح باسم سبح باسم سبحة باسم باسم سبحة باسم ام ركب عليها الام ايوه ام في الاخر ايوه ممتاز. هاي كمان جاهز يلا سبحة باسم خلص 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 اه يلا اه طلعوا اولى الشرط اللي قال اكتبها وحطها يلا بدي اضعها على الكرتوني والشاطر بيكتبها. اه لابسه
تعال يا عيني يا عيني بتكتبها وشكلها صح؟ زي خمس علوم خط كويس صح؟ بدي أزفك أنا بالصف يلا كويس هيك اسكت يلا عد عيني عيني يا ناس لا بيسا لا بيسا لا بي يا ولد هيك لابسة سهل السلاح اليوم لابسة أيوة السلاح بس الكلمة لبس اس خططك أيوة خط سنون هذا لا فلان تسوي صحيح بس خط كويس هان هان أيوة لابسة يا ولد مش تنفس صحوني لا صحنين بس ركز مقعد اشرفي اشرفي روح خلص لابسة بلال بي اب لا بلا وإل بلا يعني شو اسمك انت ها يلا بص شو صار انا لا 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 مين مش بحطها بحطها مين؟ لابسة بلال هان طلعتها كويس ايوه ايوه ما حد شوفوها استنى يا استنى عشان ال نظبطها كويس ها ها سنابل قمر تعال يلا اكتب عليه يلا يلا السريع السريع سنابل وقمح يا سلام عليك يا سلام يا سلام سوي كويس انا زعلان كتبتي كتبت خلص الكتاب بدنا شيها يلا ما كتبش بدنا اياها كتبتش احبس سنابل وقمح بس بس سنابل سنابل انا مخبوسه بلو سنابل بي سنابل ابعد الكسر عليك كسر حر سنابل بي بي الاب ايوه بي قمح سنابل قمح شايف كيف شكلك الحرف يا اولاد سنابل قمح كل طلع له مش تبع اصفر مش تبع اصفر خلص طلع له قمح سنابل قمح سنابل قمح يا سلام شكلها ط وام واحد سنابل قمح خلص يلا تعال اقف فين شو اسمك اقف فين يلا تعال تعال بسرعه بسرعه بص شوف نسيم يا ولد نسيم يا ولد ها جلوس يلا كمان ها يلا بس ارجع 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 ها 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 لا الحين بس تقرا جاي مش بس جاي يلا اللي بيقراها بعطيه جاهز يلا بس يا ولد ها اقرا بس يابا طلع الحين بعدين الخامس تقرا يلا بعدين خليه يقرا ها ايوه يلا على السريع بستان نخيل سبقوا طحن 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 يلا سبق حال يلا خذ شو جاي يلا كف يلا ها انا بدي اسكت ها اسكت اسكت لا اسكت حرك في يدها قبل ما ترفع ايدك يلا يلا يا حبيبي بس ها بستان تميم صبح حالي يلا واحد يلا واحد يلا كمان واحد احلى احلى جمل احلى جمل احلى جمل ها انا مبينها لا مش نبيلة. لا بس. لا مش مستاهل وين.
والثاني مثمر. يلا صفر. يلا صفر.